أتمنى تكونوا بألف ألف خير. اليوم ما شاء الله غادي نصور واحد المسمن على شكل محنشات معمر بواحد العمارة رائعة بزاف ومميز وسهل. نبداو بالمقادير. بسم الله، عندي هنا تقريبا بالنسبة للمسمن عندي هنا جوج سلايف كبار نتاع الدقيق الأبيض الفورس وكأس تاع القمح دقيق فينو. عندي هنا ملعقة يعني صغيرة من السكر، ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من خميرة الخبز يعني ما تكتروش الخميرة ديال الخبز. وعندي هنا ماء دافئ باش نجمع العجينه. هذا الشيء بالنسبه للعجين تاع المسمن. بالنسبه للعماره انا درت هنايا القرعه الخضراء اللي حكيتها، عندي هنا جوج قرعات خضرين، وهنا عندي البصلات ثلاثه البصلات مشلضين بهذه الطريقه يكونوا مشلضين رقاق، ورق سيدنا موسى كتنسم. عندي هنا الزيتون اللي قطعته صغير، وعندي هنا الجزر، عندي هنا جوج تاع الجزر حكيتهم بهذه الطريقه في الطول. وهنا عندي الفطر، يعني انا كنقول لكم الخضره كتبقى اختيار بالنسبه لي عندكم اللي كتبغيو. هنا فلفله، عندي الفلفله الحلوه، عندي الخضره وعندي الحمراء. بالنسبه للعطريه عندي هنا ملعقه صغيره من الملح، ملعقه صغيره من تحميره بابريكا، ملعقه صغيره من سكينجبير، ملعقه صغيره من الخرقوم، عندي هنا ملعقه صغيره من الهريسه، يعني كتبقى اختياريه بالنسبه يعني باش هنشل يعني باش هنشحر هذه الخضره. نصف كاس من زيت الزيتون، ممكن ديروا الزيت النباتيه. عندي هنا جوج علب تاع الطون، ممكن ديروا يعني الدجاج او ديروا الكفته كتجي طايره رائعه بزاف. وعندي هنايا يعني قليل يعني تقريبا نصف كاس صغير من الجبن، كيبقى اختيار حتى هو. وعندي كالعطريه عندي هنايا كذلك الثومه الناشفه، وعندي الابزار. بالنسبه للمسمن غادي نورقوه هنا بالزبده، هنا 100 غرام تاع الزبده. نبداو بالطريقه بسم الله. غادي نبداو بالخضره نشحروا هي الاولى. بالنسبه لهنا التشحر تاع الخضره كنبداو بالبصله هي الاولى، يعني كناخذوا شي مقلات ولا قميله ونحطوا البصله هي الاولى تشحر مع قليل ديال الزيت وقليل من الملح. غادي نشحرها ومن بعدها نبداو نضيفوا لها الخضره اخرى بالتدريج. هنا فاش بدات البصله كتشحر كنضيفوا لها الخضره الاخرى، الجزر، الفول، الفطر، وغادي نضيفوا العطريه، الزيت، ورق سيدنا موسى، وغنديرو هادشي يتشحر. وهنا فاش كتشحر الخضره ديالنا كنزيدو لها القرعه الخضراء، بحال القرعه الخضراء يعني دغيا كتشد الطياب ماشي بحال الخضره الاخرى، ومعلقه صغيره ديال الهريسه. وغادي نبدا يعني كنشحرهم في البوطه حتى يعني كتشد لينا الطياب القرعه. كنضيفو لهم هنا شويه ديال الابزار ما درتوش من قبل، قليل تاع الثومه يا بصح ممكن ديروا الخضره تحكوها ديروا جوج ثومات. وغادي نشحروا هادشي. هنا بعد ما كطيب الخضره ديالنا عاد غادي نضيفوا ليها الطون. نتوما الا بغيتو ديروا الدجاج ولا الكفته يعني كتشحروا في الاول مع البصله حتى كيشد الطياب، عاد كتبقاو يعني تضيفوا الخضره الاخرى. وغنضيفوا الجبن ندخلوه مزيان، وغادي نخليو الخليط ديالنا يبرد ونمشيو نصاوبو العجينه تاع المسمن. غادي نجيبو الدقيق ديالنا كنضيفوا ليه السكر والملح، ملعقه صغيره ملعقه صغيره، قليل تاع الخميره كما قلنا ملعقه صغيره ما نكتروش، والماء الدافئ باش نجمعوا العجينه. هذا بغيت عجنو في العجانه عجنو، اهم حاجه يعني العجينه تجي مدلوكه مزيان. هنا بعد ما كندلكوا العجينه مزيان كتجي متماسكه بهذا الشكل يعني ماجيش انها كتلصق، كنغطيوها بالغطاء البلاستيك. انا جمعتها هنا بالزيت باش تجمع ليا، نحطوها بالغطاء البلاستيكي. غادي نخليها ترتاح يعني مده ديك 10 دقائق، ومن بعد نكملوا المسميات ديالنا ان شاء الله. هنا بعد ما كترتاح العجينه ديالنا كتشوفوا انا هنشكلها هنا كويرات. هنا جينا شويه بقليل من الزيت، بغيتوهم يعني صغار ولا مويان قياس اللي بغيتو. انا عندي لهم شويه صغار يعني كنبقاو غاديين هكا شكل الكويرات حتى كنساليو العجينه ديالنا كلها. هنا بعد ما شكلناهم يعني كويرات غادي ندرسوهم يعني غير شويه. غادي ناخذ هنايا شي طبسيل ولا اي حاجه غادي نوضعو فيهم اللي وضعناها،
كناخذ هنا الزبده، الزبده اللي يعني ذوبتها، نضيفوا معلقه تاع الزبده باش كيجيونا هاد المسمنات كيجيونا مرقين، جيب رائعين. كنستمروا هكا يعني كنديروا وحده وحده فوق وحده نفس الطريقه. كنضيفوا الزبده قياس معلقه كبيره، نستمروا هكا الطريقه. شوف ملعقه ديال الزبده، كنضيف الاخرى، كنستمروا هكا حتى كن يعني المسمنات ديالنا كلهم تنديروا فيهم الزبده. هنا بعد ما كندير وحده فوق وحده وحنا ضفنا لهم الزبده، غادي يعني خديناهم حتى كيشربوا شويه الزبده، غادي نبقاو ناخذ بوحده بوحده باش نشكلهم على طريقه تاع محنشات. هنا كنبقى ناخذ بوحده بوحده، نسرحها مزيان، انا كنضيف الزيت ونسرح باش تجيني مورقه. يعني نسرحها بشكل مستطيلي، طريقة. وكنبداو نضيفو العمارة، يعني كنجيو هنا ما نجيوش يعني في الجنب، نجيو شوية بعادين على الجنب، كنضيفوها بشكل طولي. غادي نبداو يعني نكلو على العجينة بهاد الشكل. واخا تقطع لكم ماشي مشكل، حيت يعني رققناها بزاف. بهذا الشكل وغادي نبدا يعني كندورها بهذا الشكل، طريقة تاع المحنشات. وكنجبد باش كتجيني مورقة، كتجيني بهذا الشكل. وكناخذ الطاوة تاع الفرن كنبقى يعني لي صوبتها كنحطها فيها. هنا ناخذ واحده اخرى نسرحها نفس الشيء، اهم حاجه انا نسرحها مزيان تجينا مورقه. هنا بعد ما سرحناها يعني غادي ناخذ حشوه ضافت الجانب، شوفوا نبداو نلوم عليها. وغادي نبداو نلومها كي قلت لحد محينشات، وغادي نضعوهم في الصينية ديال الفرن. ملي فاش وضعتهم في صينيه الفرن كنزوق قليل من الزعتر، يعني كيبقى اختياري. هاد المسمنات كيجيو رائعين بزاف بحنشات. كنزوق هنايا بالزيتون وغادي ندخلهم الفرن درجه حراره 200، يعني نخليهم يعني في الاول يطيبوا في الاسفل تشدوا راسهم ونشعلوا عليهم الفوق ونتلاقاو من بعد. وها المحنشات ديالنا بعد ما كيطيبوا كيجيو غزالين اكثر من رائعين، صدقوني الا جربتهم ما غاديش تندموا عليهم. انا هنا غادي نقطع معكم وحده باش تشوفوا كتجي من الداخل، يعني كي كيجيو مقلمشين رائعين بحال فيهم يعني الورقه ديال البسطيله. كتشوفوا شوفوا كيجيو من الداخل مقلمشين غزالين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم. كنتمنى لاول مره كتزور القناه ديالي دعمني بجيم وباشتراك، وكنتمنى كذلك الوصفه تاع اليوم تعجبكم وتجربوها. السلام عليكم.